كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. والمناسبة لحضورنا في هذا اليوم هو الاعتراف الذي أعلنت عنه يسكنون جنب إلى جنب مع إخوانهم المسلمين من هذا المنطلق في هذه المسيرة الحمد لله الناجحة. نود أن نشكر السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.